نحن ماشيين في المعركة دي لغاية ما ننتصر. وتاني بنكرر ما عندنا حاجة. نقطة سطر جيدا قلناه قبل فترة ذاك نحن ملتزمين به. ما بنتفاوض مع عدو قاعد يهجم علينا كل يوم يحتلنا. ما بنتفاوض مع زول بيدعم هذا العدو ويقيف معه. احنا واجبنا نجهز المقاتلين بما يحتاجونه من معدات ومعينات القتال. وصيغتنا كاملة في شعبنا، وصيغتنا كاملة في جندنا، وصيغتنا كاملة فوق كلهم في ربنا، أنه نحن منتصرين. نحن منتصرين، وهذا الانتصار نراه كما نراكم الآن. ما تستمعوا للإشاعات والأقاويل والناس اللي بيكذبوا بيغشوا الناس بالفاضي. نحن إذا خسرنا معركة ما خسرنا الحرب، وإذا خسرنا أشخاص السودانيين موجودين، إذا خسرنا معدات كل شيء نحن بنحصل عليه وبنلقاه وبندفعه في هذه المعركة. نحن عبركم بننقل الكلام ده للشعب السوداني. نحن بنحيي صمود الشعب السوداني وصمود الناس القاعدين في كل مكان بيدفعوا ثمن هذا الاعتداء اللي قامت به فئة معلومة لنا ومعلومة للجميع. هذه الفئة الضالة نحن بنسميها فئة ضالة، تريد أن تقتل السودانيين وتنهب السودانيين وتستولي على أرضهم. جزء كبير غالبية الشعب السوداني الآن يقف في هذا الموقف معنا، يقف مع القوات المسلحة، يساند القوات المسلحة، إلا فئة قليلة. هذه الفئة نحن نحسبها مع تلك المجموعة المعتدية التي بغت على السودانيين. كل فترة بيحاولوا يقولوا المفاوضات ونرجع المفاوضات. نحن ما عندنا مانع، أي زول داري يفاوض نقول له والله إحنا دارين السلام ما دارين الحرب، لكن ما بنمشي مفاوضات يجرون لها من أضاننا. ما بنمشي مفاوضات والعدو ما زال محتل بيوتنا ومحتل مساكننا ونهب مالنا. ما بنمشي مفاوضات، العدو ده يطلع لو دايرين نتفاوض معاه.